لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتسيب كومنت او تعليق لأي حاجة في الفيديو انت محتاج تعرفها، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول بإذن الله. ولو عندك معلومة او نبات معين عايز تعرف طريقة العناية بيه سيب لنا كومنت بالتفاصيل اللي انت محتاجها. تجزير اوراق نبات الكلانشو، طريقة سهلة وبسيطة هتشوفها دلوقتي معانا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميع متابعينا من جميع الدول العربية في كل حتة في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة عن تجزير الأوراق، وبالذات وبالأخص ورق نبات الكلانشو. نبات لذيذ وظريف وجميل، والورق بتاعه بيتجزر بمنتهى السهولة. الطريقة مش محتاجة أي ابتكارات ولا فيها أي صعوبات، الموضوع سهل وبسيط. الورق زي ما حضراتكم شايفين أنا كنت سايبه في القصيص، التربة رطبة، بتسيبه في التربة لمدة لا تقل عن شهرين أو 3 شهور، شهرين أو 3 شهور. وانسى الورق يا معلم، انساه خالص، شيله من دماغك، وغطي القصيص بكيس أو مش لازم تغطيه، بس أهم حاجة تكون محافظ على رطوبة التربة، ما تنساهاش. يعني كل مثلا 2 3 يومين تشوف التربة رطبة، محتاجة مية مش محتاجة مية، وتنسى الورق ده خالص، انساه، شيله من دماغك خالص، وهتلاقي ان المواد طالعه لوحدها. شايف؟ واخد بالك؟ بسم الله ما شاء الله الورق مطلع جذور. والله الموضوع سهل وبسيط. الناس اللي بتقول ان الموضوع فشل معاها، اكيد حضرتك رويت التربه بميه زياده عن اللزوم. لازم تدي لها برضو، يعني هو الموضوع تمسك العصايه من النص، يعني تدي في مده او فتره للورقه ان هي تمدد رجلها، يعني ادي لها فرصه ان هي تاخد راحتها، يعني مش هوب على طول ميه في ميه في ميه، لا، ادي لها برضو نفس تتنفس، ادي لها مساحتها الخاصه ان هي تفرد رجلها وتطلع الجذور بتاعتها. كده احنا خلصنا حلقه النهارده، وما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل زر الجرس، وسيب لنا كومنت عايز حلقتنا الجايه تتكلم عن ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.